شو طمني، نقيتوا الفانيو او عم بتحضروا الجاست ليست؟ حاج سخافي حاج. لا يوسف، السخافة انه انا قاعد هون مطغوش بمشاكل شركتك وانت قاعد عم بتحبه ولا على بالك بيل. انا ولا على بالي؟ ما قصدي، بس معصب منك. انت معصب من اول ما حكيت لك عن موضوع ميرنا. لك شو ميرنا؟ شو ميرنا وما ميرنا يوسف؟ انت من عقلك هلا انه حابب ومش قاشع غيرها؟ ردوا عليك؟ رفضوا مثل اللي قبله. كله شايف انه الشركة ما فيها أمل وما حدا حابب يحط مصاري بمشروع فاشل. مو معقول، مو معقول ما نلاقي حدا يمولنا. أي حدا، أي مستثمر، أي شركة، أي زفت. معقول ما في حل أبداً؟ ما أنا أول وآخر شركة بتمر بأزمة يعني. ما بعرف شو بدي لك، ما تركت حدا ما حكيت معه. حتى في أشخاص حكيت معهم وكانوا رافضين الفكرة من الأساس، بس ما رضيت أقول لك لأنه ما بدي أحبطك. ما بعرف. لا أنت مشكور، ما قصرت. أصلاً ماني عارفان كيف بدي أشكرك على وقفتك معي. لا يوسف، لا لا، ما ضروري لا تشكرني ولا تعتذر. أنت لو كنت محلي كنت عملت نفس الشيء. أنا بعتذر، بدي أمشي، في عندي اجتماع مهم. ما قادر أطمنك، بس اللي قادر أقول لك يا يوسف إنه رح نضل نجرب لآخر يوم. ماشي، شكراً، شوفك. الو ميرنا، هاي حبيبي. انت لساتك هون؟ لا انا مشيت. في شيء؟ لا ما في شيء. اذا في شيء ممكن ارجع. لا لا ابدا ما في شيء، بس هيك حبيت اطمن عليك. مثل ما اتفقنا، ها، على بيتكم وعلى بيت عليا. اوكي باي. ألو؟ أهلين يا ميرا. اكتشفت محل بيعمل مكسيكن فود كتير طيب، شو رأيك نروح نجربه؟ والله أنا بدي أعتذر منك، بس عندي شغل كتير بالشركة وفي عندي شوية مشاكل لازم لحل. خير؟ شو في؟ صاير شي جديد؟ لا لا أبداً ما في شي، بس هيك يعني أزمة صغيرة وبتمر إن شاء الله. طيب في شي بقدر أعمله؟ بركي إذا بدك منروح نقعد شي محل وبتخبرنا. لا لا أبداً ما في شي، ما بتقصري. خلص بنحكي بعدين، أنا مضطر سكر هلأ. طيب أوكي، شكراً يا أميرة، شكراً. على شو؟ يا ريت طلع بإيدي ساعدك.